العامل الأساسي ديال الدقة هو الحساسية. أنا غير كنسمع أولادي بداتهم الساعة السخانة كتوصل 39 ماكسيموم تنديها عندي. يعني هاد النقاطين تنديرهم هنا في اليدين ديال الناس اللي عندهم أمراض الحساسية باش نشوفوا النوع ديال الحساسية اللي عندهم. بعد المرض كان ما كنعسوش بالليل كيبقى يتوقف ليا ومن هنايا كيتسدوا لي هادو حتى درجة التنفس ديالو كتكون قليلة كيتنعطيحو لفمو باش كيتنفس. شنو قال الوليد ديالك؟ الوليد ديالي ضربو البرد وكيتوقف بزاف. كيتوقف بزاف؟ توقف وكيزرق. كيزرق؟ والحرارة ديالو طلعت؟ طلعت لي جوج خطرات طلعت لي الحرارة ديالو 38.5. 38.5. والكحبة كتجي مجهدة؟ في الأول كانت فيه الكحبة بزاف كيبقى يكحب يكحب حتى كيتوقف، ولكن دابا الحمد لله مزيان. دابا الحمد لله مزيان. الحمد لله. هاد الوضعية ديال هاد الطفل الرضيع اللي ضربوا البرد واللي قالوا واحد التهاب في الشعب التنفسيه اللي كيتنفس بها اللي جعلت له انه ما كيتنفسش مزيان والحراره ديالو كتطلع وكيبقى يكحب بزاف بالخصوص في الليل، وهذا ناتج في غالب الاحيان عند الرضيع على واحد الفيروس اللي كيكون في فصل الشتاء، وهذا الفيروس كيسبب لهم في التهاب هذوك الشعب اللي كتفرز بعض المواد اللي كتجعل ان الميكروبات يمكن لهم فاسيلمون يجيو لهذا الطفل. لهذا كنصحوا بزاف الامهات انهم يحضيو الرضيع من البرد، لان المناعه عندهم مازال ما عندهم واحد المناعه مكتسبه اللي تجعلهم انهم يحافظوا على الصحه ديالهم. هذا الرضيع ديالو دائما عنده كل نهار ديال سيونس ديال الترويض الكيني. هو الطفل تبارك الله عليه دابا التنفس ديالو تقريبا رجع عادي، الرضيع رجع تبارك الله كيرضع من الام ديالو والامور تحسنت. ولدي كان في الاول هكا كان غير كيعطس عادي، ولكن من بعد بقى كيكحب كيكحب وتوقف توقف من بعد زراق كله. من بعد جبتو هنايا من جبتو قال لي الطبيب راه كاين فيروس ديال البرد ولي دار لي بحال هكا، ودابا الحمد لله مزيان. دابا الحمد لله كاين تحسن. انا التجربه اللي وقعت لي دابا كنصح الامهات يعني يردوا البال بزاف بزاف لوليداتهم، واللي هو مريض من احسن ما يدخلش عند لي بيبي، ما يدخلش عنده ما يبوسوش، ما من احسن يبعد عليه. الحمد لله دابا مزيان. دابا الحمد لله. دابا السؤال اللي كيطرحوا لي بزاف ديال الامهات والاباء، واش هاد الرضيع عنده الضيقه ولا لا، واش معرض للضيقه ولا لا. الجواب على هذا السؤال ان هاد الحالات اللي كتكون استثنائيه بان الطفل ولا الرضيع كيجي له غير مره وحده ما يمكنناش نهضروا على مرض الضيقه. عكس لا جاو هاد الحالات متكرره بزاف المرات في السنه، وبالخصوص اذا كانت الحساسيه عند الاباء وكان العامل ديال التلوث ديال البيئه بخصوص لكن الاباء كيكميو وهذاك الشيء، يمكن هذا الطفل يكون معرض لمرض الضيقه من بعد عامين. نتمنوا الشفاء ان شاء الله. راه هي لافيرمي راه تعطيك لوردونونس وتفسر لك الدواء كيفاش تاخذيه، وان شاء الله نشوفهم دابا اسبوع عندي في العياده باش تشوف واش ان الامور مستقره ان شاء الله. السلام عليكم. الله يعاونك. هذا العام البرد جا شويه صعيب، وحنا لاحظنا في التلفازه بان الجبال كلها بيضاء، بأن المدن بخصوص إفران والمدن الداخلية جاهم واحد البرد حاد اللي جعل أن بزاف ديال الأطفال كيمرضوا بالضيقة وبالحساسية. لهذا كنصحوا الأطفال بأنهم يتجنبوا البرد، يلبسوا مزيان ويتخطاوا مزيان باش ما يتقاسوش بالبرد ويمرضوا. الموضوع ديالنا هو موضوع الضيقة عند الأطفال. كنعرفوا بأن تقريبا 10 حتى 15% ديال الأطفال مصابين بالرب وما يتسمى بمرض الضيقة، بالخصوص في المدن اللي كتكون مدن ساحلية بحال الدار البيضاء اللي كتكثر فيها الرطوبة. العامل الأساسي ديال الضيقة هو الحساسية.
كان عفوان الحساسيه، كان الحساسيه اللي كتكون وراثيه والحساسيه اللي كتكون ناتجه على عوامل اخرى. بالنسبه للحساسيه الوراثيه كنعرفوا ان 30 حتى 60% ديال الاطفال اللي كيكون الاباء ديالهم عندهم الحساسيه يمكن لهم حتى هما يتصابوا بالحساسيه ومرض الضيق. الحساسيه المكتسبه هي ديك الحساسيه اللي كتكون ناتجه على غبار ديال المنزل اللي فيه دوك القرديات وما دوك لي زاكاريان وما اللي كيسببوا في التهاب في الشعب التنفسيه. شنو عند بنتي؟ شنو عندها؟ عاوتاني مرضات البارح طلعت لها السخانه شويه 39 وكتكحو وكتكحو شفتها بحال اللي كتنهش في الصدر ديالها شويه ما كانتش كتنهز ها هو داك الصدر ديالها ما كيت بدا كيصفر لها داك الصفر في الليل والكحبه كثرت عندها كثرت عندها الليل هذه تقريبا سيمانه فيها ولكن البارح بدا صدرها كيصفر لها شويه. بغيت نعرف واش انتيا ولا راجلك اللي فيهم الحساسيه ولا بكم بجوج؟ انا فيها الحساسيه ماماها وحتى باباها في لافامي ديالو واخا. واش هادي ماشي اول مره اللي كتجي هاد الحاله؟ هادي ثاني مره. وشنو هي اول حاجه اللي ظهرت عند البنيه اللي جعلتك انك كتجي عندي واللي خفتي؟ في الاول كانت كتكحب عادي من بعد بديت كنحس بها كتنهش واخا كتعطيها السيروات وداك الشيء والو السيروات ما داروا حتى فايده ولكن دابا سترها بدا كيصفر وكتحس بها عامره سترها عامره واخا اجي نزلو هنا بعدا نشوفو الوزن ديالها بالنسبه للامراض اللي كتظهر بزاف في الفصل الخريف فصل الشتاء هي بحال اللي قلنا لي برونشيت هو التهاب في الشعب التنفسيه اللي كتجعل ان الحراره كتطلع والسعال كيكثر. هاد لي برونشيت في غالب الاحيان كنعطيو غير ادويه خفيفه مسكنه للحراره وكنتفاداو ان الطفل يضربوا البرد ولا يضربوا الكوروندير باش الحاله ديالو ما تصعبش. كاين حالات اخرى اللي كيجيهم الزكام اي لا غريب، وهاد لا غريب في غالب الاحيان كيجيبوها من المدرسه ولا شي واحد فيه لا غريب ودوزها لهم. وهاد الحاله كنطلبوا من الاباء انهم يحافظوا على الابناء ديالهم ما يكونش الكوروندير وما يخرجوهمش من بعد العشاء فين كيكون البرد مجهد وما يديهمش الحمام ديال الزنقه. هي اي حاجه كتوقع على الرضيع كيقولوا من السنان، طلعت له السخانه من السنان، جا الاسهال من السنان، ضربوا البرد من السنان. اذا هاد الظاهره خصنا لابد نحذروا منها لان السنان يمكن الحراره تطلع شي شويه يمكن يكون الترانزيت ديالهم شويه اكسيلار، ولكن السنان ما كيجعلوش ان الطفل ما كيتنفس مزيان بحال اللي كتشوفوا انها عندها صعوبه في التنفس ديالها وكتنهش وما كتنعس مزيان وما كترضعش مزيان. اذا ما خصناش كلشي نحصلوه في الاسنان. بالنسبه لهاد الطفله الصغيره جات امتيك برونكيوليت اللي غادي نديروا لها واحد النيبيليزاسيون. شنو هي النيبيليزاسيون؟ هي الاكسجين كنخلطوه بواحد الماده برونكوديلاتاتور اللي باش كتوسع دوك الشعب التنفسيه ديال الطفل واللي كتجعل الطفل انه كيرتاح وما كيبقاش السعاله فيه كثيره وما كيبقاش ينهز. هادو يمكن نديروها مره ولا جوج مرات في النهار. في غالب الاحيان هاد الحاله ما كتستدعيش ان الطفل يمشي لا لي زيرجونس ولا لا كلينيك. الحاله اللي استمرت وانا واخا كنعطيو له الدواء وما تحسنش عاد هم يمكن لها دير الطفل لي زيرجونس ولا لا كلينيك باش كينعس واحد النهار ولا يومين باش كتكون هناك ترويض هناك لينيبيليزاسيون كيكونوا مستمرين. ولكن هذه الحاله ان شاء الله غادي دير غير واحد اون ولا دو سيونس دو نيبيليزاسيون. بحال اللي كتشوفوا الطفله ما كتنفسش مزيان عندها صعوبه في التنفس وكنسمعوا واحد الصوت. عندي ولا دي سيونس دو نيبيليزاسيون في غالب الاحيان الرضع ما كيبغيوش ولكن ملزمين باش نداويو هذا الرضيع ان شاء الله. المشكل ديال الإناث هو جاتها السعلة ضربها البرد سافرنا ويمكن السخونية ديال السيارة هي اللي خرجات ودخلات هادشي اللي شكيت فيه. وهاد السيمانة كتسعل بزاف وتقريبا شي 3 أيام ولا 4 أيام بدات كتنهج. الأغلبية ديال الآباء كيشوفوا السعلة كيقولوا لا راه سنان لا راه غادي نعطيها غير السيرو غنعطيها هاد الدواء وغادي تدير لاباس. حنايا بنت الأخ ديالي خدينا عبرة منها كانت تقريبا عندها شهر وجاتها السعله وخليناها خلينا كنقولوا دابا تبرا
هذا ديال العرب، هذه هاد المسائل اللي معروفه، حتى وصلت لواحد الحاله اللي استدعت انها تاوتبيتاليزا، وكانت الحاله ديالها شويه صعيبه. يعني انا غير كنسمع ولادي داتهم استعله سخانه كتوصل 39 ماكسيموم، تنديها عند الطبيب. الام كتاخذ الرابع ديالها. شنو كنديروا هنا؟ كنديروا واحد الماده اللي كتوسع الشعاع التنفسيه، وهذه الماده كميه قليله ولكن كتحول لبخار، وذاك البخار كي الرادع كياخذوا وكيمشيو حتى لاخر الشعاب التنفسيه، باش كتحيد داك الالتهاب وكتحيد داك الزياد اللي كيكون عندهم في الصدر ديالها. بالنسبه للتشخيص ديال مرض الضيقه، هناك ما يسمى بالاسبيرومتري ولا ليكسبلوراسيون فونكسيونيل ريسبيراتوار. شنو هي ليكسبلوراسيون فونكسيونيل ريسبيراتوار؟ هو واحد الجهاز كيكون غلي لورديناتور، هذا الجهاز الطفل كينفخ فيه ولاباري كتميزوري التنفس ديالو والسرعه ديال التنفس ديالو، باش كنعرفوا واش التنفس ديالو عادي ولا ناقص، واش ناقص 10% 20% 30%. ها هو الجهاز هنايا اللي كيعطينا جميع التحليلات ديال التنفس، والحمد لله في هذه الحاله ريزولتا نورمال، ان هذا الدري الحمد لله ما عنده والو. بزاف ديال الاباء كيتسائلوا واش هاد مرض الدقه هادي يبرا ولا ما يبراش. الا كانت الدقه وراثيه، ان الطفل معرض لهذوك النوبات، ولكن شكون هو الفاكتور ديكلونشون، العوامل المسببه، بحال الدخان بحال الغبره. اذا الا خدينا الوقايه يمكن هاد الطفل المسكين يعيش عيشه راضيه، اما بالدواء ولا حتى بلا دواء، لدينا الوقايه اللازمه. ليش هو الوليد السي لافون؟ الدكتور تيتوقف ليا بسدو، احيانا كتسمع السدر ديالو كيدير كيتنهد. تسمي بحال الصفارس؟ اه بحال الصفارس. بالاخص بالنهار ولا بالليل؟ ملي تيكون ناعس. ملي تيكون ناعس. تسمي بحال الصفارس ديالو، وتيكح بزاف بالنهار ولا بالليل؟ تيكح بعض الاحيان بالنهار. اه بالنهار. وما كاينش بحال ما تحس بحال التنخيمه تطلع عليه مع الكحبه ولا شي حاجه بحال هكذا؟ لا لا. تيحكش نيفو بعينيه؟ تيحكو نيفو عينيه. وتيحك نيفو وتيحك عينيه، وتيكحب بالليل. تيكحب. شحال هذا هو تيكحب تقريبا؟ دابا شي دو سومان. تقريبا جوج الاسابيع، ملي دخل هذا البرد هذا بالاخص. تيفوتو تيعاود تغسل. تيعاود يمشي وعاود يجي، بالاخص في هذه المرحله هذه ملي يكون الحال بارد. والعام اللي فات كان عنده نفس المشكل تقريبا. نفس المشكل. ما عندك انت الحساسيه مثلا؟ لا. عندك السعله ولا الوليد ديالو؟ لا. العائله ديالو ما كاينش حد عنده بحال الثقه ولا الحساسيه، لانه غادي يولد الاب حيت تيكون وراثي. لا. ولكن هذه المرحله حسيتي بها بالاخص من تيكون هذه النزله ديال البرد. اه غير فهمتي. وتلبسيه مزيان يعني خصك تلبسيه مزيان. كيدير لك كيلبس مزيان هذوك. طبيعة الحال بانه حاليا المغرب تيعرف واحد الموجه ديال البرد القارس اللي ما عمرش نعاش تقريبا المدينه لمده سنوات، وهذا تاثر سلبيا على الصحه ديال الانسان ككل، وبالاخص الجهاز التنفسي، لانه الانخفاض ديال درجه ديال الحراره تيخلق واحد النوع ديال الالتهابات، خاصه في الانف في الحنجره في الرئه، وتتسبب في مجموعه من الحالات ديال مرض يعني تكون هناك واحد النوع ديال السعال الجاف، تيكون هناك واحد النوع ديال الالتهاب في الحنجره، تيكون هناك واحد النوع ديال تعفنات في الجهاز التنفسي، تعفنات جرثوميه خاصه عباره عن فيروسات في الجهاز التنفسي، لانه البرد القارس تاثر سلبيا على التنفس ديال الانسان ككل، ولكن خاصه الناس اللي عندهم امراض مزمنه، الناس اللي عندهم مثلا مرض السكري، الناس اللي عندهم مثلا مرض الدقه او قصور في التنفس، تاثر عليهم سلبيا هذا البرد، لانه تيخلق لهم واحد المتاعب في التنفس ديالهم، تيوليو تيتنفسوا بواحد بصعوبه. يعني ملي قلبتو دابا عنده بحال النوع ديال الصفير الصدر ديالو، يعني الصدر ديالو تيصفر، تيعني بان القصبات الهوائيه الحجم ديالهم مثلا نقص، تيولي الصدر ديالو تيصفر. هادو علامات من علامات الربو، يعني الدقه عند الطفل تقريبا عنده هذه تقريبا اكثر من عام، لانه كانت عنده حساسيه ديال الانف وحساسيه ديال العينين، دابا عنده واحد النوع ديال السعله تتكون جافه يعني ناشفه في الليل، واللي كشفنا عليه دابا لقينا عنده بان عنده واحد الصفاره في الصدر ديالو، هذا تعني بان عنده مرض ربو.
يعني خصنا نقوموا له واحد التحليلات جلديه باش نعرفوا النوع ديال الحساسيه اللي عنده، لان الوقايه مهمه. ومن بعد نعطيو العلاج، غير العلاج يكون مستمر، يعني علاج ما خصناش نوقفوه على الاقل 3 شهور. بعدا نبيت السيده الوليده ديالو بان العلاج خصو يستمر على الاقل 3 شهور باش ممكن العلاج ديالو. يعني هاد النقاطين تنديرهم هنا في اليدين ديال الناس اللي عندهم امراض الحساسيه باش نشوفوا النوع ديال الحساسيه اللي عندهم، واش حاسه زي مثلا ديال القراديات ولا حساسيه ديال لقاح الاشجار. وكاين بزاف ديال اللقاحات ديال الاشجار، كاين مثلا الشجر ديال الزيتون، كاين اشجار اخرى، كاين حساسيه ديال بعض الحيوانات مثلا كالقطط والكلاب، ولا كاين الحساسيه ديال الطفيليات، وكاين ايضا بعض الحساسيات الغذائيه مثلا الفواكه الجافه، مثلا بعض المواد فيهم مثلا الحليب ولا شي حاجه بحال هكذا. تنديرهم مثلا هنا في اليد ديال الانسان، ومن بعد تنشوفوا واش تجاوب مع دوك النقاطي. الا تنفقات مثلا تنعرفوا بانه راه عنده حساسيه معينه لهذه الماده. اللي لاحظنا بالذات هو ان الحساسيه اللي كاينه بزاف هي الحساسيه ديال الاولى وديال الثانيه والثالثه، اللي هما القراديات، اللي هما يسمى بالزكريا، هما اللي كاين خاصه على الصعيد الوطني بالاخص في المدن الساحليه. يعني كاين بزاف ديال الحساسيه ديال القراديات، واللي تكل العلاج ديالها بطبيعه الحال الوقايه تلعب دور كبير. هناك ايضا واحد العلاج جديد هو العلاج المناعي المحدد، هما القاطي تيدار تحت اللسان على الاخص عند الاطفال بداء من 5 سنين، اللي تعطيو نتيجه ايجابيه لانه تيحميو الطفل وتيحميو الانسان باش هذيك الحساسيه ما تبقاش. هذا هو العلاج الوحيد ضد الحساسيه ديال القراديات. شويه عيان؟ شويه اش درت تقريبا؟ جاني الرواح وتبولي شام بزاف هاد الايامات. وطلعت لك شويه الحراره؟ السخانه طلعت لي، كطلع لي في الليل بزاف. كنشقق ديما شويه، شحال اليوم؟ شويه واحد 5 ايام هادي وجاتني هكا ما عالجتيش راسك؟ ما عالجتش. خليتي راسك غير في البلاصه. هادو علامات من علامات ديال لاغريب، لانه هادشي تيجيك مره مره ولا تقريبا في هاد الوقيته هادي؟ الوقيته ديال الموجه ديال البرد كتجيني هاد سميتو. ايه في هاد الوقيته باش الانسان تجيك هاد النزله ديال البرد، لان عرفتي بان هاد المشكل هو مشكل الزكام، هي لاغريب. لانه في هاد الوقيته هادي ما غير شهر اكتوبر بطبيعه الحال، شهر 11 في شهر يناير كتكون هاد لاغريب هادي. يعني حسيتي براسك على راسك ديالك يتفرقع في الليل، بالاخص في الليل ما كنعش، كنحط راسي على الخده وكيجيني بحال يتفرقع. اييه، والمفاصل ديالك كلهم؟ المفاصل ديالي ما كنحس بالعياء. وما خدمتيش اليوم؟ لا ما خدمت، ما خديتش. العلامات ديال الغريب اللي ما عالجتهاش مباشره، لانه ولا غريب ولا انفلونزا، الانسان تيتصبر بزاف ديال درجه الحراره. اول حاجه خصو يكشف على راسو باش ياخذ العلاج المناسب باش ما تبقاش طول بزاف. هناك عده حالات ديال البرد، ما يسمى بانه الانسان تصب بالبرد. شنو هو البرد؟ هو الناس بعض الاحيان تيتصابوا بواحد انفلونزا اللي كاينه كثيره حاليا في هذه الموجه ديال البرد، خاصه في المناطق الجبليه، في المناطق القرويه، في المناطق الحضريه. غير بان شي واحد الملاحظه مهمه، هو انه مناطق الباديه تبقى هواء نقي، يعني الانسان ما تيتصابش بالامراض المزمنه، ما تيتصابش بالانفلونزا، ماشي بحال المناطق الحضريه اللي فيها التلوث، اللي فيها فيروسات، اللي فيها مجموعه من الامراض اللي تتفاقم يوما بعد يوم، لانه هناك يعني واحد التلوث اللي تنشوفوه مثلا في المدن الكبرى، خاصه المدينه الدار البيضاء، اللي الناس بزاف تيتصابوا بهذه الامراض الفيروسيه. تجيني واحد الحر بحال الجرحه في الحلق ديالي، وتحب بحال هكا. بعلامات ديال الانفلونزا. تحب في الليل. بعلامات ديال الانفلونزا بطبيعه الحال. اجي تفضل معي نشوف. صافا مزيان. الحمد لله التنفس عندك مزيان. كان كاين واحد الانفلونزا اللي كاينه تقريبا هنا في الانف ديالك والحنجره، هذا ما تقولش ان شاء الله علاج، ولكن قلت لك من راحه واحد 3 ايام ان شاء الله. هذه حاله ديال الانفلونزا، يعني عنده حاله ديال الانفلونزا اللي تقريبا طالت اكثر من 4 ايام، مرض فيروسي بطبيعه الحال، لانه هو اللي اثر عليه، تصب واحد النوع ديال العياء التام، واحد النوع ديال السيرين ديال الانف، ومن بعد جا السعال. تيكون غالبا تيكون سعال جاف في عند الانسان، وغالبا تيكون عنده مثلا ارتفاع ديال درجه الحراره، واحد العياء تام، وعنده الام في المفاصل ديالو. هادو كلهم علامات ديال الانفلونزا. ملي تيبداو هاد العلامات لابد من العلاج. وشنو هو العلاج؟ هو الحراره خصها تنزل، ما تبقاش مرتفعه، تنعطيو مواد ضد ارتفاع ديال درجه ديال الحراره، والخروج الى الراحه، يعني الناس خصها يريحوا، ما تنعطوش المضادات الحيويه الا اذا كانت السعله مصاحبه بافرازات، يعني فيها شويه ديال التنخيمه خضره ولا صفراء. في هذه الحاله تنعطيو المضادات الحيويه. في هذه الحاله هذه ديال السيد غادي نعطيو بعض المواد باش نقصوا من درجه ديال الحراره ديالو، نعطيو دي فيتامينات، وغادي يخصو يريح على الاقل واحد المده ديال 3 ايام. جيت عند الطبيب حيت انا حسيت براسي عيان، وجاتني واحد الكحبه قاسحه شويه جافه،
كنكحب في الليل ما كنعش، وجيت باش ناخذ شي ادويه وداكشي باش نحس بشويه بالراحه. السبب هو باش ضربني البرد كاع هو انا بدلت حوايجي، كنت في الصباح لابس مزيان وواحد شويه سخنت مع ديك العشرة، سخنت شويه نقصت الحوايج صافي وصلت ديك الخمسة، شدتني واحد الدبوريشه، حسيت براسي الدبوريشه بزاف صافي، هي ديك فاش شدتني السخانه في الليل، هي طاحت طيحه وحده واحد 4 ايام في الفراش. انا تفضل اسمعت انا سلمت، قادر نعطيك واحد العلاج معين، غادي نعطيك واحد كومبريمي تاخذ واحده في الصباح وواحده في الليل مده تقريبا 3 ايام ولا 4 ايام، ولكن ننصحك هو انك تريح ودير واحد الكمامه على نيفك وعلى فمك، خصك ديرها على الاقل واحد المده ديال 3 ايام. علاش؟ لانه هذا المرض ديال الانفلونزا مرض معدي، يعني الا جاتك العطسه ولا جاتك الكحبه خصك ديما تكون عندك هذيك الكمامه باش ما تعاديش الزوجه ديالك وما تعاديش الاولاد ديالك ولا الناس اللي معاك في الخدمه. وثاني الا سلمتي على الناس بزاف خصك ديما تغسل يديك باش هذاك الفيروس ما ينتشرش عن طريق اليد من انسان الى اخر. دائما تغسل يديك ولا جاتك العطسه ولا جاتك الكحبه ديما تكون دير هذيك الكمامه على نيفك وعلى فمك باش ما تعاديش الناس، بالاخص الزوجه ديالك ولا الاطفال ديالك ما تعاديهمش. والراحه الشامله، يعني ما تمشيش الخدمه، ابقى جالس في الدار ومدة تقريبا 3 ايام عاد ممكن ترجع للخدمه ديالك. اما فيما يخص الوقايه بالضبط في هذه المرحله هذه ديال البرد، انا الوقايه اولا الناس خصهم يلبسوا مزيان، يعني اللباس يلعب دور كبير، بالاخص الانسان اللي يدخل مثلا الحمام ولا يخرج من الحمام خصو ديما يكون لابس مزيان، لانه اي عرضه مثلا البرد ولا الكوغوندير تتصابوا فيروسات، يعني الانسان خصو يلبس مزيان. ثانيا هناك التدفئه ديال المنزل تلعب دور كبير، بالاخص الناس في المناطق الجبليه، المناطق اللي فيها انخفاض كبير ديال درجه ديال الحراره. فيما يخص هاد باش يعني مسائل التدفئه، ممكن هناك مسائل تدفئه عصريه لانه كاين حاليا ما عندهاش تاثير، وكاين مسائل تدفئه تقليديه بما فيها مثلا الخشب ولا الفحم الفخر. المشكل ديال الفحم هو انه خص مثلا نديروا تدفئه بالفحم، خص مثلا النوافذ يكونوا محلولين ولا الباب يكون محلو شويه باش يخرج هذيك ماده الكربون، لانه لو بقات هذيك الماده ديال الكربون مثلا في الحجره ولا في المنزل ممكن تاثر سلبيا، وقدر الانسان يمشي واحد الغيبوبه هادئه وتقدر تدي به الموت. وهذه المساله لاحظناها من خلال التجربه ديالنا. شكرا. انت مشكل، مرحبا، السلام عليك. المرض الفيروسيه في هذه المرحله ديال البرد والانسان تيولي تيعطس بواحد الصوره كثيره، تكون عنده ارتفاع ديال درجه ديال الحراره وتكون عنده التهاب في المفاصل ديالو، هادو علامات الانفلونزا ما يسمى بلا غريب. يعني هاد الناس خصهم مثلا ياخذوا واحد الدواء معين اللي هو مادة الباراسيتامول والخلد للراحه، يعني الناس ما خصهمش يمشيو للخدمه، الطفل ما خصوش يمشي للمدرسه، لانه لاحظنا بان الاطفال مثلا ملي تيكون عندهم في هاد الموجه ديال البرد يحسوا براسهم بانه عندهم ارتفاع ديال درجه ديال الحراره وعندهم افرازات وعندهم واحد السعال جاف وتيمشيو للمدرسه، فهذاك السعال وهذاك العطيس تيخرج مجموعه من الفيروسات اللي تيصيبوا اطفال اخرين. وهذا هو المشكل اللي عندنا حاليا. تنصحوا الاطفال ولا بخاص الامهات والاباء بان اللي عندهم هاد الاطفال عندهم هاد الفيروسات ما يخصهمش يمشيو للمدرسه، لانهم تيعاديو اطفال اخرين وتولي المدرسه كلها عندها اطفال مرض، خاص النقل المدرسي. هذاك النقل المدرسي مثلا ملي تيمشي مثلا الطفل مثلا في النقل المدرسي تيكون تيعطس عنده ارتفاع ديال درجه ديال الحراره وتيكحب، فتيعادي تقريبا جميع الاطفال، وهذا خلق لنا واحد الوباء انه صعيب العلاج ديالو. لهنا النصيحه مهمه هو ان اي طفل ولا انسان عنده هذه الموجه ديال لاغريب، هذه الموجه ديال الانفلونزا، خصو مثلا يجلس في الدار ديالو على الاقل واحد 3 ايام حتى 5 ايام باش ما يعاديش ناس اخرين. تنصحوا مثلا ما يديروا كمامات على نيفهم وفمهم باش ما يعادوش اطفال اخرين، ما يعادوش العائله ديالهم. ومثلا ملي يكون عندهم واحد السعال جاف واحد السعال كثير خص دائما يديروا يديهم قدام فمهم، ومن بعد دائما خص الانسان يغسل يديه 10 الخطرات حتى 20 خطره في النهار. المشكل اللي عنده هو انه عنده مرض ربو، يعني عنده دقه، ولكن دقه ماشي شي حاجه واعره، يعني دقه خفيفه، نقدر نقولوا مثلا الدرجه الاولى ولا الثانيه، الدقه فيها درجات. وعنده الحساسيه، والحساسيه اللي عنده هي ديال الغبره ديال الدار، غبار المنزل، يعني القرد ديال والقره ديال هاد الغبره خصو وقايه مهمه، يعني ما خصكش تشطبي ولا تخملي ولا تسوسي وديري شي حاجه بحال هكذا لكن طفل حداك، مزيان يكون في المدرسه ولا يكون خارج المنزل.
ثانيا الحوايج ديالو دائما خصو يدوزو في ماكينه وما تخصو يتحددو شويه باش يقتلوا هذوك القراديات. ثالثا ما خصوش يشم مهيجات الحساسيه، مهيجات الحساسيه بحال ريحه بارفان، ريحه مثلا منظفات ديال المطبخ، ريحه السيجاره السباغه، هادو كلهم تسمى مهيجات الحساسيه. علاش ما الحساسيه تتجهد عليه؟ المشكل اللي عند ولدي هو كيتوقف ليا بالليل، هذا في البرد كبعض المرات كان ما كنعسوش بالليل كيبقى يتوقف ليا، ومن هنايا كيتسدوا لي هادو حتى درجه التنفس ديالو كتكون قليله، كيتيحوا لفمو باش كيتنفس. وهذا الشيء لاحظته في البرد، من بدايه البرد كيجي هذا المشكل ديما، كيعم الاول كي هذا العام. واش جينا هذا البروفيسور باش نشوفوا الحاله اللي عنده شنو هو. شكرا. دونك كتجيبي لي ان شاء الله لبعجي صباح مع تسعود، واخا تكون عندي ان شاء الله الدور عطيته لك هذاك العلاج جيبيه لي باش نشوف. واخا مع السيروم مرة العشاء والفانيل تقلب العشاء. واخا شكرا بزاف. شكرا بزاف. سلام.